السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من سوق برزان الشعبي بمنطقة حائل، منذ أكثر من 100 عام وهذا السوق لا زال ينبض بعمق الماضي، سوق مشهور في منطقة حائل. خلونا ندخل ونتعرف على هذا السوق الشعبي. هذه البوابة الجنوبية لسوق برزان الشعبي، شوفوا المحلات على اليمين وعلى اليسار، هذا هو الطريق وبداية الدخول للسوق. يقع سوق برزان الشعبي في وسط مدينة حائل، وهو معروف منذ القدم وتحديدا قبل 100 عام، وسمي السوق بهذا الاسم لبروزه عن المباني في ذلك الوقت. زي ما تشوفون المحلات، هذه محلاته القديمة ولا زال على شكله. طبعا هذا الطريق، هذا يوصل الى مسجد برزان والى قصر برزان. شوفوا هذه كذلك طريق، شوفوا من جهة الجنوب الى جهة الشمال. شوفوا هذه طرق ضيقة في سوق برزان الشعبي. زي ما تشوفون هذه محلات بعد هنا. هذا السوق ما شاء الله تبارك الله، كبار السن ومن بقي منهم لا زال يأتي إلى هذا السوق ليتذكر الماضي ويتذكر أصدقائه. كانوا الكبار السن يجتمعون في هذا السوق لتبادل القصص والأحاديث. حقيقة لم يتبقى منهم أحد إلا قلة، وكبار سن حتى اللي بقي منهم الآن كبير سن. شو السوق في طريق من هنا، لكنه يتضح بيت طين هناك من أحد المحلات. هذا الطريق، طبعا هذه أسواق، وهذا الطريق يؤدي إلى جهة الشرق لسوق. هذا أحد المحلات القديمة، طبعا المحلات كلها من الطين. شوفوا الطين لأنها لها أكثر من 100 سنة لا زالت. شوفوا خشب الأثل فوق هنا على أحد المحلات. هذا المحل هنا القديم. طبعا شوفوا هنا هذه بيوت طين محيطة بسوق برزان، وهي أكثرها محلات. هذه محلات تابعة لسوق برزان الشعبي. شوفوا قديمة هذه. هذا مسجد برزان ملاصق لسوق برزان. هذه البوابة الشرقية. هذا السوق لا زال يقصده الكثير من الزوار والسواح. سوق برزان سوق جميل جدا، سوق شعبي. أنا أقف عند أحد محلاته. لا زال هذا السوق فعلا ينبض بعمق الماضي. لما تدخله تحس انك عايش قبل 100 عام. محلات جميلة ومحلات قديمة، وهذا احد المحلات من خشب الاثل وسعف النخل وجريد النخل والطين واللبن. كنا معكم من سوق برزان، في امان الله.